سائقو سيارات التاكسي محترفون فيما يتعلق بحركة المرور في المدن الكبرى، مهنتهم شقة نظرا لأحوال الطرق، وهذا ليس فقط في ألمانيا كما ستوضح هذه النظرة على الهند. مومباي في الصباح. في مكان تجمع سيارات التاكسي يبدأ اليوم مجددا بالهموم اليومية، سيارة كيندش كاره لا تريد أن تعمل، لكن بفضل المساعدة السريعة تم حل المشكلة رغم غياب غطاء المبرد وانضغاط خرطوم المياه في ظل درجة حرارة تبلغ 40 درجة، ما يعتبر معجزة تقنية. في نفس اليوم وعلى بعد 6000 كيلو غربا تبدأ ورديات سائق التاكسي كريستوف كناك في برلين دون مشاكل فنية لكن بهموم من نوع آخر. توجد في ألمانيا حوالي 50,000 سيارة تاكسي، من بينها 7,600 في برلين وحدها، ما يعني أن نسبة سيارات التاكسي في برلين تبلغ 3 أضعاف مثيلاتها في بقية المدن الأخرى، وهذا أمر له عواقب. معظم الزملاء يعملون 6 أيام في الأسبوع بمعدل 10 ساعات إلى 12 ساعة، ومع ذلك لا يمكنهم العيش بشكل جيد من الدخل الذي يحصلونه. سواء في برلين أو مومباي، أصبحت مهنة قيادة سيارة التاكسي متعبة جدا. المدينة الهندية تقترب من الانهيار بسبب كثافة المواصلات. لم تعد مهنة سائق التاكسي جذابة كما كانت من قبل، ويظهر ذلك من خلال انخفاض عدد السائقين من 50,000 إلى 35,000، ومع ذلك لا يرى دينيش كاره أي بديل آخر. عمري 37 عاما ويجب علي أن أعيل أسرتي وأربي أطفالي، لذلك أعمل خلال ورديتين لأكسب ما يكفي من المال، وأنا لا أتقن شيئا آخر غير السياقة. ولتسهيل مهمة سائق التاكسي تقوم مجموعة من المخططين والمهندسين من جميع أنحاء العالم تابعين لمجموعة BMW جوجنهايم لاب بإيجاد حلول وتوصيات مستقبلية تخص حركة النقل، كوضع ممرات خاصة بسيارات التاكسي وحافلات النقل في الشوارع التي بها حركة مرور كبيرة. فسيارات التاكسي تقوم بمهمة حيوية في مومباي، يقومون بنقلك من باب المنزل إلى المكان الذي ترغب في الذهاب إليه، وهذا أمر مريح بالنسبة للناس، لكننا نحتاج في نفس الوقت إلى تنسيق جماعي أفضل لتحسين رحلات سيارات التاكسي ووفرتها. في برلين سهلت وسائل الاتصال الحديثة عمل سائقي التاكسي، لكن ومع ذلك يحتاج التعاون بين جميع مستعملي الطرق إلى حوافز جديدة كما يرى كريستوف كناك. أظن أننا في حاجة إلى تحقيق تكامل أفضل بين جميع وسائل النقل المختلفة ومن بينها سيارات التاكسي. سيزداد دائما عدد من يتقاسمون استخدام السيارة مع غيرهم، لكن من الممكن أن تكون هناك وسيلة للعمل المشترك. لمواجهة همومهم لدى الزميلين في برلين ومومباي وصفات مختلفة، ففي حين يستعمل في مومباي الفلفل الحار والليمون لطرد الأرواح الشريرة، تزيد وجبة النقانق في برلين القدرة على التحمل.